سلام الله عليكم يا إخوان. دائما في الميركاتو، نادي ليون الفرنسي يعلن رحيل اللاعب الوسط الجزائري حسام عوار عن صفوفه. وقد كتب النادي على حسابه على الانستغرام طفل النادي يعني ابن الأكاديمية وصل إلى الأكاديمية في سن 11 في عمره 2009. من 2009 سيذهب لخوض تحديات جديدة بعد 233 مباراة بالأزرق والأحمر سجل خلالها 41 هدفا حسام عوار. وبحسب صحيفة ليكيب اليومية، فإن ابن 24 عاما قد وقع مع نادي روما الإيطالي، المتوقع أن يعلن رسميا يعني يعلن الصفقة رسميا في الساعات القليلة المقبلة. كل التوفيق إن شاء الله للاعب المنتخب الوطني الجزائري، وأنا راح نشوفه إن شاء الله، راح يكون لاعب كبير في المنتخب الجزائري، وأيضا راح يكون من أحد قادة المنتخب الوطني الجزائري في السنوات القادمة إن شاء الله.